في عناوين النشرة: اتفاق على حل المطامر وإقراره غدا في مجلس الوزراء. جل موضوع التمويل لبكرة بمجلس الوزراء. الجامعة العربية تصنف حزب الله إرهابيا باعتراض باسيل والعراق. لأن هذا الأمر غير متوافق مع المعاهدة العربية. المشنوق يمنح زوجة أكبر معمر الجنسية. في دمعي أخذت النيدي وهم الطرني كله النيدي. الاحتلال يدهم فلسطين اليوم ويغلق مكاتبها. كنا نغطي الحدث وأصبحنا الآن نحن الحدث. اسمحوا لطيور اللقلق بعبور سماء لبنان. صوروا حدن وبيكبون. مساء الخير. وصلت لـ99، لكن هذا الرقم الإيجابي في أزمة النفايات سيحتاج إلى بلورة ونقاش في جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر غد. وقد أعلن الوزير أكرم شيب أن كل المطامر باتت جاهزة للحل على الرغم من بعض العوائق، فيما أكد الوزير حسين الحاج حسن أن النائب طلال إرسلان وافق على مطمر الكوستا برافا. والمشهد يتكرر من المحيط اللبناني إلى الخليج العربي. هنا حكومة تتنفس بقاءها من رائحة بقاياها، وهناك في الجامعة العربية أحكام تتقيأ أحكاماً وتكرر قرارات خليجية سبق وصنفت حزب الله إرهابياً. موقف غير مفاجئ للجامعة العربية، فأمينها العام الجديد أحمد أبو الغيط وقبل تسلمه مهماته كان لابد له من أن يقدم لإسرائيل هدية انتخابه أميناً على قضايا العرب، إذ إن للصداقة عربونها، وسيكون أبو الغيط رجلاً منزوع الوفاء ما لم يعد فتح العلاقة الحميمة مع تسيبي ليفني من بوابة عربية واسعة الأفق تضع عدوها الأول حزب الله على لوائح التصنيف الإرهابية كبادرة حسن سير وسلوك للأعوام المقبلة. هذا التصنيف اعترض عليه العراق أولاً، إذ رأى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أن حزب الله حفظ كرامة العرب وأن من يتهمه بالإرهاب هم الإرهابيون. وقد تسبب هذا الموقف بانسحاب الوفد السعودي من الجلسة. ولكل قرار جبرانه المضاد صونا للوحدة الداخلية، إذ تحفظ وزير الخارجية عن التصنيف العربي لأن حزب الله هو مكون لبناني أساسي له تمثيله الواسع في لبنان، ولأن القرار لا يأتي متطابقا والمعاهدة الدولية لمكافحة الإرهاب. من الاعتراض إلى النأي بالنفس فالتحفظ، كلها خيارات يتخذها باسيل سياجاً لصون ما تبقى من بلد ينازع للبقاء، وقد صنفه العالم على لائحة الدول الطالعة رحة. إذن اللجنة الوزارية المخصصة لحل أزمة النفايات توصلت إلى اتفاق على حل المطامر على أن يقر خلال جلسة مجلس الوزراء غداً. التفاصيل مع رامز القاضي الذي واكب اليوم اجتماع اللجنة الوزارية. رامز مساء الخير، لو تضعنا في أجواء خلاصة ما توصلت إليه اللجنة هذا المساء. الخلاصة جورج أننا ربما على قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حل لهذه الأزمة، أزمة النفايات التي لامست أشهر والنفايات متكدسة في الشوارع. اليوم اللجنة الوزارية المخولة درس هذا الملف والوصول إلى حلول. قال يعني غالبية الوزراء لدى خروجهم وهم يمثلون كافة الأطراف السياسية في الحكومة أن 99% من هذا الملف أو الحل قد أنجز، وهذا ما جاء على لسان وزير الداخلية نهاد المشنوق وأيضا باقي الوزراء. أما الأسس التي بني عليها هذا الحل فتتلخص بالتالي، وهو فتح المطامر ومطمر الكوستا برافا بعد موافقة النائب طلال إرسلان، وهذا ما عبر عنه حزب الله الذي لعب دورا بإقناع إرسلان حتى هذه اللحظة بعدم أقله عدم المعارضة وأن بتحفظ على هذا المطمر. مطمر آخر هو مسألة مطمر برج حمود وأيضا معالجة نهر، يعني بما يعرف بنهر النفايات في الجديدي،
ايضا فتح مؤقت لمعبر لمطمر الناعمي لاستيعاب النفايات المتكدسه فقط كمرحله انتقاليه، وبالتالي في المقابل اعطى حوافز ماديه وماليه للمناطق التي تتضمن هذه المطامر. وبالتالي غدا نحن امام اجتماع للحكومه عند الساعه 11 صباحا للموافقه على هذه الخطه وبدء تنفيذها، ولكن تبقى الامور رهن التفاصيل لان هذا الامر كان قد جرب في السابق قبل 6 أشهر ولم تستطع الحكومه فرض المطامر نظرا للاعتراضات الشعبيه. غدا التحدي اذا ما استطاعت الحكومه او ستستطيع فرض هذا الحل عبر المطامر. شكرا لك رامز القاضي. ولمزيد من تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الداخلية نهاد المشنوق. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور. حضرتك قلت أنه 99% من الأمور قد حلت، فشو هو 1% اللي باقي غير خاضع للحل يعني حتى الآن إذا فينا نقول؟ لا مش خاضع للحل، لم نناقشه لأن وزير المالية ما كان موجود. كان بمهرجان بمرجعيون وأخذ وقت طويل لوصل على بيروت، فأجلنا موضوع التمويل لبكرة بمجلس الوزراء. بس الحل اللي اعتمد الفيزوز له 3 قواعد. القاعدة الأولى أن يكون التنفيذ خاضع لأفضل الشروط الصحية والبيئية بمنطقة المطامر. الأمر الثاني أنه يكون في حوافز تنموية، أي أن هناك مشاريع يعني يتم تمويلها من قبل الحكومة أو الدولة بمناطق المطامر. الشيء الثالث انه البلديات المعنيه والمحيطه بالمطامر ايضا رح تتلقى حوافز تنمويه. الشيء الرابع الاصرار على انه الشركه اللي رح تقوم بالفرز يجري تطوير خدماتها بحيث انه ما يتم الفرز بالطريقه اللي عم يتم حاليا واللي ما بتجاوز نسبة ضئيلة من النفايات. نعم، بالنسبة للشركة اللي رح تقوم بالفرز مين رح تكون الشركة؟ يعني مين سيتولى؟ ما في حاليا في يعني ممدد للشركة الحالية لمدة 4 أشهر. نعم بموجب قرار مجلس الوزراء سابقا. وبعدها بتجري مناقصة عادية وبتم على أساسها اختيار الشركة المناسبة سواء قديمة أو جديدة لتقوم تقدم الخدمات بمنطقة عمل كبير. نعم، بالنسبة لهذا الحل معالي الوزير يعني العودة إلى المطامر أو اعتماد هذه المطامر، هل هو حل مؤقت أم حل دائم سيكون؟ هو حل مؤقت لمدة 4 سنوات، وبعدها بيجري البحث يعني خلال ال4 سنوات. نعم. بيجري البحث بكيفية وسيلة المعالجة الدائمة، يعني الحل الدائم اللي بيتراوح بين مطامر وبين ويست تو انرجي لإنتاج الكهرباء أو أي حل آخر صحي وبيئي. نعم، يعني عم نسمع يعني فور شيوع هذا الحل أو هذه النتيجة هناك اعتراضات بدأت تسمع يعني حتى من بعض الأهالي يعني بمناطق معينة، فكيف سيتم التعامل مع هذا الامر؟ كل ما فتح هذا الموضوع حيكون في اعتراضات، حتم معالجه الاعتراضات بالمنطق وبالاقناع وبالحوار، وبتاكيد ضروره حل هذه المشكله اللي بتطال اكثر من نصف الشعب اللبناني. وبركي ما نفع هذا يعني منطق الحوار، لأنه على مدى الأشهر السابقة كان على طول في يمكن حوار مع الهيئات المدنية أو البيئية. خليني أقول أنه هالمرة في اتفاق سياسي يعني واسع وكبير، في الرئيس الحريري والرئيس بري والأستاذ وليد زنبلاط والتيار الوطني الحر وحزب الله وكل المشاركين باللجنة. نعم،
بالختام معالي الوزير، يعني هنا على من تقع المسؤولية أنه هذا الحل كان من الممكن الوصول إليه قبل هذه الفترة؟ يعني في عنا 8 أشهر والنفايات تتكدس في الشوارع. والله بعتقد أستاذ جورج المسؤولية بتوقع علينا جميعا، لأنه كل مرة كل ما حدا قرب من هذه الأفكار أو قرب من الحلول بتقوم عليه الدنيا بيعتبر حاله انه احترق سياسيا وشعبيا. المرة الكل بدهم يتحملوا المسؤولية بشكل متساوي بين كل الأطراف وبين كل الفرق. نعم، شكرا لك معالي الوزير نهاد المشنوق على هذه المداخلة. أهلا وسهلا. الوزير حسين الحاج حسن يؤكد أن أزمة النفايات في طريقها إلى الحل بعد الموافقة على إعادة فتح مطمر الكوستا برافا. بكرة جلسة، وبالتالي اللجنة الوزارية أنجزت مفترض عملها، ومطامر صاروا واضحين. برج حمود وجديدة الكوستا برافا، ليسوا عادة المير طلال. نحن والمير طلال مش حلفاء، أكثر من حلفاء، ونحن والمير طلال تاريخ، وبالتالي ما في أي مشكلة على الإطلاق بيننا وبين المير طلال. ما حدا يسأل السؤال، مجرد هذا السؤال مش مطلوب. وزراء الخارجية العرب يعتبرون حزب الله منظمة إرهابية، لبنان والعراق يتحفظان والسعودية تنسحب بسبب العراق. قرار صادر من مجلس الجامعة يتضمن تسمية حزب الله الإرهابي، هاي الفقرات الفقرتين الان اللي قريتهم لك يتضمن، وفي اجماع على هذا القرار، على هذا القرار مع تحفظ ل لبنان والعراق والجزائر على بعض الاشياء. في موقف عربي مفاجئ، أصدر مجلس وزراء الخارجية العرب قراراً اعتبر فيه حزب الله منظمة إرهابية، في حين سجل لبنان والعراق بشخص وزيري خارجيتهما جبران باسيل وإبراهيم الجعفري تحفظاً تجاه هذا الموضوع. باسيل وفي كلمة ألقاها دافع عن المقاومة وأكد أن لحزب الله تمثيلاً واسعاً وهو مكون أساسي في لبنان، وأعلن أن موقف لبنان بالتحفظ عن ذكر حزب الله ووصفه بالإرهابي جاء بسبب عدم توافق القرار مع المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب. على ذكر حزب الله ووصفه بالإرهابي، لأن هذا الأمر غير متوافق مع المعاهدة العربية، غير مصنف في الأمم المتحدة. وحزب الله هو حزب لبناني لديه تمثيل واسع من اللبنانيين ومكون أساسي في لبنان، ويحظى بكتلة نيابية ووزارية وازنة في مؤسساتنا الدستورية. نحن وافقنا على بقية بنود القرار، إنما من الطبيعي أن لن نستطيع الموافقة على ذكر حزب الله ووصفه بالإرهاب. نحن في نفس القرار أكدنا مرة جديدة للمرة الألف أننا ندين الاعتداءات على بعثات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأننا نرفض وندين ونستنكر أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. هذا موقف الجمهورية اللبنانية والحكومة اللبنانية، وكل ما هو مناقض له نرفضه. أما تصنيف حزب الله الإرهابي فهذا أمر آخر ويخضع لمعايير أخرى غير متفق عليها من دول عديدة على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي العام. وكان مجلس جامعة الدول العربية قد استأنف اجتماعات دورته العادية 45 بعد 100 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وفي صدارتها القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا والأوضاع في ليبيا واليمن وقضايا مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي والتعاون السياسي والاقتصادي بين الدول العربية.
وفي أروقة جامعة الدول العربية كان لافتاً انسحاب الوفد السعودي من قاعة الاجتماعات في أثناء كلمة وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري الذي رفض فيها المس بالحشد الشعبي وحركات المقاومة وفق ما نقلت وسائل إعلام عراقية. وفي سياق كلمة ألقاها في خلال اجتماعات جامعة الدول العربية في القاهرة قال وزير الخارجية العراقي: الحشد الشعبي وحزب الله حفظا كرامة العرب، ومن يتهمهما بالإرهاب هم الإرهابيون. ونقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن الوفد السعودي انسحب من قاعة اجتماعات جامعة الدول العربية بعد كلمة وزير الخارجية العراقي الذي رفض فيها المس بالحشد الشعبي وسائر حركات المقاومة. منذ 8 أشهر ورئيس الحكومة والوزراء يلوحون بالاستقالة، تحقيق رشال كرم. عايشين تحت سقف النفايات، وهذا عار، عار مش على هذه الحكومة، عار على كل الطبقة السياسية في لبنان. منذ تموز عام 2015 تاريخ إقفال مطمر النعمة ووعود السياسيين وتصاريحهم الصارمة توحي للمواطن بالإطمئنان وبأن المسؤولين مسؤولون وبأن حرصهم على البلاد والعباد كبير وجاد. للمجتمع المدني نحن اعتبرنا حالنا جزء منه، وبالتالي منا أعداء له نحن، وكل من تصرف بشكل أدى إلى أذى وضرر تم إيقاعه بهالناس بده يتحمل مسؤوليته. لن تمر الأمور، لن يمر الحدث بدون محاسبة، والمحاسبة على كل مستوى وفي العمق. نزل عدد من اللبنانيين الشارع لعلهم بغضبهم يحضون الوزراء على رفع النفايات المتكدسة أو يجبرونهم على الاستقالة لفشلهم في إيجاد الحلول كحد أقصى، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. أن بقاء الوضع على ما هو عليه هو الخطوة الأولى نحو الخروج من الحكومة التي أردناها ربطا للنزاع، وخطوة أولى أيضا للخروج من الحوار. وبالنسبة للنفايات الصلبة، المعالجة تبعها مهمة للغاية، للغاية لازم ينبت فيها خلال 48 ساعة، ولإلا البلد رح يوقع. أنا صحيح نتحدث وصار الكلام كتير عن صبري، لكن ما هو شيء قدام صبر المواطنين. صبر الرئيس تمام سلام طويل إلى حد أن غالبية الوزراء أصابتهم العدوى من صبره، لا بل أخذ بعض الوزراء يلوح بتقديم استقالتهم قبل أي اجتماع للحكومة أو للجنة الوزارية لإدارة النفايات، محاولين بذلك الإيحاء بأن تهديدهم كان سبباً لحل الأزمة إذا ما وجد، فيتحولون من وزراء إلى أبطال. بدنا نكون واضحين، الحكومة ما بتتحمل بقى النفايات. إذا هالمشكلة ما رح تنحل من هون على المدى القريب جدا، يعني عم نحكي عن ماكسيموم جمعة زمان، على الأكيد استقالة الحكومة رح تكون على الطاولة للتداول. وقت الحكومة بتقدم على القرارات الكبيرة لحل المشاكل، أنا زيك يجب أن تستمر. أما إذا أعلنت الحكومة عجزة عن حل المشاكل الكبرى، أنا بعتبر من غير جائز أن تستمر. حاول غالبية الوزراء في الأشهر الثمانية الماضية رفع المسؤولية عنهم، لوحوا بالاستقالات ولم يتجرأ أحد على تقديمها سوى وزير العدل أشرف ريفي الذي وفى بوعده لا لفشل الحكومة في حل أزمة النفايات. فبالنسبة إليه المسائل العربية ويأسه من حزب الله أهم من أزمة شوهت صورة لبنان وصورهم، فأزمة المصداقية لدى السياسيين تضاهي أزمة فشلهم في أزمة النفايات. وإذا كان الجميع مدركا أن الحل بالاستقالة ليس هو الأنسب في ظل انهيار الدولة، فالجميع يعلم أيضا أن رجال الدولة رجال بمعيار مصداقيتهم وجديتهم. رشا الكرم، قناة الجديد. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يمنح زوجة رجل معمر الجنسية اللبنانية. يا فرحة عريسك هالليل بهالليل حنيتي كرمايلي وانت عراقي وعالي يا نعم اخي. سليمان محمد المل المعمر ابن بلدة العبودية الحدودية في عكار،
وبعد أكثر من 10 سنوات استحصل لزوجته الثانية من أصل سوري على الجنسية اللبنانية بعد مناشدته وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التدخل لمساعدته. سليمان المولود في القرن 19 ما زال يحافظ على صحته، وهو يستيقظ فجرا كل يوم ليخرج إلى العمل كدأب أكثر الرجال. قوم على البريد البريد ببدل ما بدي اشرب مي من نومك اول لا بغرب على البريد بلا عشان بزيدنا وبقعد بهالكب مي بس لا الكيس بشرب بعد 5 دقايق بتناول غيره والحمد لله. بس شو بتحط بقلبه هيدا شو الاعشاب؟ الاعشاب بزيد لكم زوبع بري ويانسون وقينا وارنال خرنوب بتنحف الجسم. الله يطول عمرك. يطول لي عمرك. وتدل بخير. الله يخلي لي اياك ورد لي اياك بخير. انا بشكرك كل الشكر يا معالي الوزير يطول لي عمرك. لا تشغل بالك. وانتو قدوة الفقير. هيدا مكتبك يا حاج. كنت عاملوا لك باسبور. وإذ لفت سليمان إلى أنه لم يزر بيت الله الحرام بعد، وعده المشنوق بتوفير حجته مع زوجته بدعوة من الرئيس سعد الحريري في موسم الحج المقبل، مرحبا بزيارته حين يشاء. يريد معي عصد النيدي وهم الطرني كله نيدي ولا بوجود الله وبوجودكم ما بقى يهمني هم. العدو الصهيوني يغلق مكتب فضائية فلسطين اليوم في مدينة رام الله بعد اقتحام مقرها فجرا، ويتوعد المؤسسات الإعلامية بالمزيد. التفاصيل في تقرير لمراسلنا نزار حبش. ترفض مراسلة قناة فلسطين اليوم رغدة عتمة الانصياع لقرار الاحتلال بإغلاق مكتب القناة في مدينة رام الله، فتوجهت إلى عملها كأي يوم طبيعي. نحن مراسلين ننقل الصورة في الميدان وما يجري الآن هو يعني كنا نغطي الحدث وأصبحنا الآن نحن الحدث، وبالتالي الرسالة ستبقى مستمرة لقناة فلسطين اليوم، لن تتوقف عند ورقة علقت على الباب بإغلاق مكتبها وإغلاق أفواه مراسليها من قول الحقيقة. فجر هذا اليوم اقتحمت قوات العدو الصهيوني مقر قناة فلسطين اليوم وشركة ترانس ميديا التي تزودها بالخدمات الإعلامية، وصادرت معدات البث والتصوير وأجهزة الكمبيوتر، كما اعتقلت 3 من صحفيي القناة من بينهم مدير مكتبها في الضفة الغربية فاروق عليات. لكن القرصنة الصهيونية فشلت في إسقاط بث القناة، خصوصا وأن بثها الرئيسي ينطلق من العاصمة اللبنانية بيروت. الدخول تم بشكل همجي، العبث في محتويات الشركة إضافة لمصادرة كافة أجهزتها من كاميرات وأجهزة مونتاج وأجهزة بث إضافة، حتى كمبيوتراتنا الشخصية تم مصادرتها. لحد هذه اللحظة يعني لا نجد أي مبرر لهذه الأفعال سوى أنها هي ممارسات الاحتلال. وكان المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر أقر في وقت سابق إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية بذريعة التحريض. هم لا يريدوا أي صحفي إلا أن يعمل ضمن سقف تحدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلا هم يشنون حربا واسعة ضد الإعلام الفلسطيني. هناك إغلاق لمؤسسات إعلامية وهناك اقتحامات لمؤسسات إعلامية وقصف مؤسسات إعلامية وتدمير مؤسسات إعلامية. منذ بداية عام 2015 سجل أكثر من 500 اعتداء بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين الفلسطينيين، شملت اعتقالات كان أبرزها اعتقال الصحفي محمد القيق الذي أضرب عن الطعام 94 يوما، فيما ارتقى 19 زميلا صحفيا عام 2014. 21 صحفيا فلسطينيا وراء القضبان الاحتلالي والبقية معرضون للملاحقة والاعتقال في أي لحظة، واستباحة للمؤسسات الإعلامية وسرقة معداتها هي الحرب الإسرائيلية على الكلمة الحرة. من فلسطين المحتلة نزار حبش، قناة الجديد. الجنرال الروسي إيغور سيرجان هل اغتيل في بيروت؟ تقرير يمنى فواز. إيغور سيرجان من الطبيعي ألا يبدو الاسم مألوفا، لكنه من الشخصيات الأساسية التي كانت تخطط في منطقتنا.
هو ركن أساسي في جمهورية روسيا الاتحادية، رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية ونائب رئيس القوات الجوية. تسلم منصبه عام 2011. الجنرال مات في أواخر كانون الثاني من هذا العام، لكن الحلقة المفقودة والأساسية هي اغتيل أم مات، في لبنان أم في موسكو؟ وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنه توفي فجأة بسبب ضعف في عضلات القلب ناتج عن التعب الشديد وقلة النوم، لكن هذا الكلام لم تستغيثه الصحف وخصوصا البريطانية التي تحدثت بمعظمها عن وفاته الغامضة بعد مهمته في دمشق. فعنونت الاندبندنت أن سيرجن قتل فجأة بعدما أرسله فلاديمير بوتين إلى سوريا ليقول للرئيس الأسد تنحى، مذكرة بما كتبته الفاينانشال تايمز عن ذهابه إلى دمشق بمهمة حساسة. أما البي بي سي فذكرت عن عدم وضوح وفاته. الأخبار كانت الصحيفة اللبنانية الوحيدة التي كتبت عن الغموض الذي يلف وفاته، واعتمد الكاتب جون عزيز على معلومات دبلوماسي كشف له أن لندن تملك معلومات عن اغتيال سيرجان وأنها تمت في لبنان نتيجة عملية أمنية معقدة شارك فيها أكثر من جهة أمنية عربية وأوسطية، وكانت تركيا لاعبا أساسية، وأن اغتياله تسبب بتدهور العلاقات الروسية التركية إضافة إلى الاتفاق مع واشنطن بالتهدئة في سوريا. كل ذلك ولم يلمح أحد من الأمنيين في لبنان إلى مثل هذا الحدث المهم، وهذه ليست بمشكلة، لكن المشكلة أن يكون أحد منهم لم يلحظ فعله. يمنى فواز، قناة الجديد. موقع The Guardian البريطاني ينضم إلى CNN و The Week وينشر فيديو عن نفايات لبنان، عصى الضغط الدولي يؤثر في صبر تمام سلام. تقرير جاد غصن. بعد 8 أشهر من العيش في النفايات، لم يجد وزير واحد حرجا في كونه عضوا في حكومة ستسمى تاريخيا حكومة زبالة. في المقابل، بعد 8 أشهر من العيش بين النفايات، لم يرى أغلب اللبنانيين داعيا إلى محاسبة زعمائهم ولو حكموا عليهم بالنفايات. ولكن الآن لابد أن يتحرك الجميع من أجل الحل، فلبنان أصبح سخرية الغرب، وهذا هو الكفر بعينه. بعد تقرير CNN الذي صور أحدث عجائب الدنيا متمثلة في نهر من النفايات في لبنان، وبعد غلاف مجلة The Week الذي صور رئيس الحكومة تمام سلام يقود زورقا في بحر النفايات آخر سخريات الغرب من لبنان ومن حكومة المصلحة الوطنية، فيديو نشره موقع The Guardian البريطانية، وهو فيديو حملة طلعت ريحتكم الذي قارن بين إعلان وزارة السياحة الهادف لإبراز جمال لبنان وواقع النفايات فيه، إضافة إلى تعليقات للجارديان كتبت على الفيديو تتحدث عن أزمة النفايات. في 23 من آب الماضي أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن لصبره حدود، وما زال صبر تمام سلام ممدودا غير آبه بروائح القمامة ولا بتظاهرات من يتظاهرون، هذا مفهوم. ولكن ما مصير الصبر أمام سخرية ذوي البشرة البيضاء؟ الأمل الوحيد أن ينضم مجلس التعاون الخليجي إلى جوقة الساخرين، فصبر سلام لا حدود له إلا عند أبواب الخليج. جاد غصن، قناة الجديد. الصيد العشوائي في لبنان يهدد طائر اللقلق الأبيض العائد إلى أوروبا، والسفير البولوني يناشد اللبنانيين السماح لهذا الطائر بالعبور الآمن في سماء لبنان. تقرير حليمة طبيعة. يحكى في الأساطير وقصص الأطفال أن طائر لقلق أبيض هو الذي جاء بالأطفال إلى والديهم، ويحكى أيضاً أن هذا الطائر المعروف بالسفير المهاجر يحمل معه الحظ السعيد أو البشارة إلى البلدان التي يعبر أجواءها مهاجراً. فطائر اللقلق الأبيض المعروف بالبجع يهاجر سنوياً من بولونيا عابراً مسافات تصل إلى 4000 كيلومتر بين قارات العالم القديم، ولكن كثر لا يعلمون أن هذه الطيور الجميلة تقتل عشوائياً في لبنان بأيدي صيادين لا يقيمون وزناً لحرمات الطبيعة ولا لقوانين الصيد، ويتفخرون بعملهم هذا عارضين صيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وهلا لبنان بشكل عام هو على شكل قمع او باتل نك، وكل الطيور المهاجره اللي بتيجي من يوروب بتروح على افريقيا بدها تقطع بهذه الباتل نك. اللي عم بيصير انه كل هالطيور الاعداد هائله عم تقطع بهذا المحل الضيق، وعندك بهالمحل الضيق اللي هو لبنان ما في نظام وفي صيد عشوائي، فاللي عم بيصير انه عم بيصير في قتل كثير عالي بهيدي الزون بالتحديد. السفير البولوني في لبنان اصدر بيانا طالب فيه بحمايه اللقلق الابيض نظرا الى اهميته عند الشعب البولوني، واسف لبقاء الاعشاش فارغه بسبب عدم وصول طيور اللقلق الى بولونيا بالكثره التي كان عليها الوضع في السابق، داعيا كل محبي الطبيعه الى الحفاظ هنا في لبنان ايضا على طيور اللقلق الابيض التي تعد جزءا من طبيعه بولندا ولبنان المشتركة. جمعية الأرض لبنان التي تدعم بولندا في حملتها للحفاظ على اللقلق الأبيض دعت وزارة الداخلية ممثلة في القوى الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها وإصدار تعميم صارم إلى المحافظين لوضع حد للصيد العشوائي وتحديدا صيد الطيور المهاجرة المحمية قانونا ودوليا. الصيد ممنوع صار له كذا سنة بس ما في قانون الناس تتأيد فيه، واللي عم بيصير انه الناس عم تقوس كيف ما كان وبينزل صور افتخارا فيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الناس بتشجعهم. طب هني هيدول طيور اذا اصطادوهم هني بينفعوا للاكل او لشو؟ ابدا، بيتصوروا حدهم وبيكبون، بالتحديد طير اللقلق. في بولندا يقوم السكان بترميم أعشاش طيور اللقلق بمحيط بيوتهم منتظرين عودة هذا الطائر المحبوب ومؤمنين أنه يجيء بالسعادة والوفراء، بينما في لبنان ينتظر صيادون هذه الطيور ليقتلوها. فكيف باللبنانيين الذين لا يرضون أن يزورهم غرباء ويقتلعوا الأرز الذي يعتبر شعارا للبنان؟ أن يرضوا على أنفسهم ارتكاب مجازر بحق الطيور المهاجرة التي تشكل رمزا أساسيا لبعض البلدان كبولونيا. حليمة طبيعة، قناة الجديد. في مدينة ديربورن الأمريكية، الطفل ريان بري من بلدة تبنين الجنوبية يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس باراك أوباما. في مكان بعيد عن لبنان فوجئ ابن بلدة تبنين ريان بري برسالة وصلته من الرئيس الأمريكي باراك أوباما يهنئه فيها بالساعات التي قدمها في العمل التطوعي. ريان الذي ولد في مدينة ديربورن الأمريكية خصص 90 ساعة من وقته الخاص لخدمة مجتمعه في المدينة عام 2015، خدمة قرر إثرها رئيس البلاد خصه برسالة تشجيع وشكر لصاحب السنوات 12. My name is Ryan Barry and I am from Lebanon. I got an award, a community service presidential award from Barack Obama for serving 90 hours of community service. Why I did this was to make the world a better place and have the communities unite and become friends and family and like know each other very well to where they don't argue or anything. And so yeah, that's why I did it. في منزله في ديربورن يشاهد ريان باستغراب الصور التي نشرت عن شوارع لبنان التي فاضت بنفاياتها، ولنا أن نتخيل الوضع لو أن ريان خصص وقته في العمل التطوعي في لبنان حيث لا يستطيع حكامه تلبية أبسط حقوق مواطنيهم كالعيش من دون قمامة، وعندئذ يصبح أي تهنئة أو تشجيع لأطفال من عمر ريان ضربا من ضروب الترف لا وقت له في بلاد الأرز. لقاءات سياسية واقتصادية للرئيسين تمام سلام وسعد الحريري، وتفاعل في أزمة النفايات الطبية، وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي. استقبل رئيس الحكومة تمام سلام وفدا من نقابة محامي طرابلس والشمال برئاسة النقيب فهد المقدم، وتلقى دعوة من رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزيف طرباي والأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح لحضور مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي سيعقد في 30 من الشهر الجاري. في بيت الوسط اطلع الرئيس سعد الحريري من رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير على الجولة التي تعتزم الهيئات الاقتصادية القيام بها على دول مجلس التعاون الخليجي لتوضيح موقف رجال الأعمال اللبنانيين بعد توتر العلاقات اللبنانية الخليجية لا سيما منها السعودية. والتقى الحريري السفير المصري محمد بدر الدين زايد.
عقب لقاء الجمهورية أسف رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان لعدم تغليب بعض القوى للمصلحة الوطنية العليا وبذل الجهود لتحييد لبنان عن توتر في المنطقة، ورأى أن الدول تبحث عن مصالحها فيما الزعماء في لبنان يبحثون عن مصالحهم. في احتفال أقيم ببيت الحرفي ذو كمكايل، أعلن رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك أن المؤسسة وقعت عقودا عدة لتنفيذ صيانات جزئية في معمل الذوق. لقد أطلقت المؤسسة في أيار 2015 استدراج عروض من أجل استكمال المعالجة الكيماوية يلي هي موجودة هون وموجودة على السلايد قدامكم، يلي بتفرجي مكان تخزين المواد الكيماوية والمكنة يلي بتضخ المواد الكيماوية بالفيول قبل حرقها بالمراجل المجموعات الإنتاج. بعدما ثبت نجاحها في تخفيض الملوثات والمؤسسة حالياً في صدد الإعداد لتوقيع العقد مع العارض المؤهل من الناحيتين الفنية والإدارية. ناشد نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون المسؤولين الإسراع في معالجة مشكلة تجميع النفايات الطبية وإيجاد الحل المناسب في غضون ساعات لا أيام، لافتا إلى أن تعذر قيام جمعية أركونسيال المكلفة جمع نفايات المستشفيات في المناطق بأعمالها سيسبب كارثة بيئية وصحية. في بادرة هي الأولى من نوعها في لبنان أقيم في بيت المحامي احتفال لمناسبة يوم الأبجدية بدعوة من نقابة المحامين في بيروت ولجنة إحياء يوم الأبجدية. المتحدثون أكدوا أن الأبجدية تبقى قمة الإبداع الحضاري الكنعاني الفينيقي. مأساة غدر أخرى من خبايا الحياة تعرضت لها مسنة جاوزت 90 عاما، أثبتت بروايتها قصتها لقناة الجديد أن ظلم ذوي القربة يبقى الأشد مضاضة على المرء. خيي مصطفى إجا أخذني لصاب الحص، صاب الحص في بناية بالوش، طلعنا للبناية قال لي بصمي على هالورق، قلت له شو بدي أبصم، قال لي بتبصمي عليها لأنه مشين البيت تحت، قمت أنا بصمت البيت بصمت لأني ما بقرأ ولا بكتب، صمت عليها. هلأ شو العمل؟ سمعت أني من العالم أنه البيت انكتب باسمه، جيت قلت له لخيه قال لي شو؟ قلت له انكتب البيت باسمك؟ قال لي ايه. قلت له اكتبه بعد ما ميته، أني ما عندي ولاد وجوزك توفي بعد وفاة جوزي هيدا كله، وين بدي روح أنا بعد وفاتي؟ خده. قال لي ايه. هلأ اجي بدي ظهرني من البيت، ظهري برا ما قالك شيء، بدي أطش بدي أدهم بدي ايه، بدي سيبي البيت بدي عندي، قلت له يخير بس يخلص هاي الزيت خذ البيت شو بدي فيه انا؟ هيدا قال لي صح كمشني هيك من كتفه ظهرني برا ما عليك شيء هان برا برا برا. في اليوم العالمي للتوعية من أمراض الكلى نظم مستشفى رفيق الحرير الجامعي حملة توعية للوقاية من أمراض الكلى المبكرة عند الأطفال. وللمناسبة نظم مستشفى ومركز بلفيو الطبي الجامعي حملة للتوعية من مخاطر هذا المرض المزمن الذي يصيب واحدا من بين 10 أشخاص عالميا. الحملة جاءت تلبية للدعوة التي أطلقتها وزارة الصحة وتضمنت سلسلة نشاطات رياضية وعلاجية بعنوان رشاقة وحيوية ضد الأمراض الكلوية، واستمرت 4 أيام بمشاركة مختصين من داخل المستشفى وخارجه، وتخلل الحملة تقديم الفحوص المجانية والتشخيص العلاجي ومحاضرات في أمراض الكلى وسبل الوقاية منها. ونبقى الآن مع النشرة الفنية التي أعدها الزميل شادي خليفة. مساء الخير جورج. حقق مسرح كاراكلا العريق نجاح كبير بالصين، حيث قدم عمله الفني الاستعراضي كان يا مكان بأحد أكبر دور الأوبرا بالعالم، وهو مسرح NCPA ببكين اللي استقبل أهم الفرق العالمية مثل مسرح البولشوي، إنجليش ناشنال باليه وغيرهم. واللافت أنه الحضور طيلة 5 حفلات كان صيني بامتياز، فجرى عكس صورة حضارية عن لبنان بالخارج. تفاصيل بالتقرير التالي. بدك تحب لبنان شئت أم أبيت، بس ما عاد فيك لتبدع وترحل عبر الزمن وعبر الأماكن وعبر الطيران وعبر الدول العظيمة، تتكل على المسؤولية تجاه الحكومة. ما عاد في سبق السيف، يعني سبق السيف العزل مثل بيقولوا، يعني صار الكون محل ونحن محل كصرح حضاري، وبيضل الإبداع اللبناني والفكر اللبناني. يعني وصلنا على الصين 5 حفلات
بأعظم دولة بالعالم، بأعظم أوبرا بالعالم، بتحس بالعز وبالفخر أنه أنا فنان لبناني حلعب 5 حفلات خلال 5 أيام بأعظم أوبرا بالعالم مع أعظم 5 فرق، اعتزينا بتراثنا اللبناني وبإبداعنا اللبناني. هذا الشيء اللي بيخليك تعتز وبيخليك تقاتل وتبقى بدي حب لبنان، بس بلا مي بدي حب لبنان، بس أنا بدي أعطيها لبنان. نحن مرحلة هلأ ما عاد فيك تقول وزير ثقافة وزير سياحة وزير تربية، بدك تحب لبنان وتحب شعب لبنان وتحب حرفه الحضارة اللي خلقت منه وخلق معي بالجين، وضل أبدع أنا كفن كراكلا، ضل أبدع. بتلاقي الأوبرا ما بتصدق، بتحس حالك بعالم تاني. الكومبلي بيزقفوا ساعات بيزقفوا بيستقبلوك بيكرموك، وهذا بيصير بأرشيفك أنه حدث عظيم لفرقة لبنانية تلعب بأوبرا، مش بهيك أوبرا. الست ليلى صلح عم تدعم لأنه عم تعمل صرح حضاري للبنان، هذا بيبقى للتاريخ. يعني الست ليلى الله خليها بصحتها والله خليها بفكرة، يعني أنا بشوف الست ليلى الفكر اللي فيها هو اللي بيبقى، وهو اللي بيخليك تعتز أنه عندك هيك شخص يقدر الثقافة بلبنان. قدمنا كان يا مكان اللي افتتحنا فيه مهرجانات بيت الدين بال 2012 اللي هو مستوحى من ألف ليلة وليلة كمان. والتاريخ ألف ليلة وليلة عنده علاقة كتير كبيرة بالصين، يعني مستدركين الوضع بيدرسوه فعندهم علاقة كتير كبيرة فيه، خاصة أنه في كتير من القصص بألف ليلة وليلة الخرافيات اللي هي بتبلش من الصين. كنا باسم المسرح الـ NCPA National Center for the Performing Arts اللي هو اليوم يعتبر من أهم 3 دار أوبرا بالعالم، بينه وبين سكالا دو ميلان، بين المتروبوليتان أوبرا هاوس بنيويورك. وكان فعلا مثل إذا بدي أقول اللي هو مثل انتصار ثقافة، انتصار حضارة، انتصار لصورة لبنان الجمال من خلال هالرسالة الثقافية المسرحية. فجأنا أنه فعلا كان كل الجمهور على 5 ليالي كومبلي المسرح، وحضر أكثر من 15,000 مشاهد حضر المسرحية، وكلهم صينيين مثل ما أقول لك، لأنه عندهم هالإعجاب اتجاه الشرق، شو بيجي من الشرق. وقدمنا لهم يعني من بعتقد أهم صورة حضارية على مستوى عالي ثقافي فني، صورة عن لبنان. منتابع نشرتنا مع البانوراما الفنية، وفيها هل انتهى شهر العسل بين الأمير ويليام والصحافة البريطانية؟ معلومات ما بتعرفوها عن تويتر اللي صار عالم بحد ذاته، والغيرة دخلت بيت نجمي هوليوود أنجلينا جولي وبراد بيت. في الأعوام 6 الأخيرة كان الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون من الموضوعات المحببة للصحافة البريطانية والعالمية، ولطالما احتلت صورهما أغلفة الصحف والمجلات. لكن في الأشهر الماضية بدأت الأضواء تنحسر عن الثنائي الشهير في الصحافة البريطانية، فكان تحليل بنيت جونر وهو كاتب للسير الذاتية الملكية في صحيفة ديلي تيليغراف أنه في غمضة عين تحول الأمير ويليام من شخص منزه عن الأخطاء إلى كسول متقاعس عن العمل بنظر الصحافة، ولكن هذا يمثل وضعا مؤقتا، فويليام سوف يتعامل مع هذه الأزمة. فمنذ لقاء الثنائي عام 2010 وحفل زواجهما المترف وهما يعتبران من مشاهير العالم، وكيت لطالما اعتبرت أيقونة في الموضة، فهل يتعاملان بذكاء لجذب اهتمام الصحافة من جديد نحوهما في الفترة المقبلة؟ تويتر الذي ظهر بداية عام 2006 كمشروع تجريبي للتواصل الداخلي بين موظفي شركة أوديو الأمريكية بات اليوم عالما بحد ذاته يضم الملايين. ولكن هناك معلومات لا تعرفونها عن موقع بات مهما في يومياتكم، منها أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أمريكا FBI يستخدم معجم المفردات العامية من أجل فهم ما يكتب على تويتر من اختصارات،
ووكالة المخابرات الأمريكية CIA تقرأ حوالي 5 ملايين تغريدة يومياً من باب متابعة ما يحدث وتحليله. عام 2013 تغريدة خاطئة عن غير قصد تسببت في انهيار مؤقت للبورصة الأمريكية وسحب 130 مليار دولار منها. كل دقيقة يغرد المستخدمون 347 ألف مرة على تويتر، ما يعني أن مجموعة تغريدات في يوم واحد يمكنها أن تؤلف كتاباً من 10 ملايين صفحة. 44% من الأشخاص الذين يملكون حساباً على تويتر لا يغردون، وتويتر قد يكون أكثر إدماناً من السجائر والكحول بحسب دراسات أقيمت على بعض مستخدميه. طردت الممثلة العالمية أنجلينا جولي إحدى مربيات أطفالها لاشتباهها بأنها أصبحت على صداقة قوية مع زوجها براد بيت، وفقاً لتقارير من داخل منزل النجمين نقلها موقع رادار أونلاين المختص بأخبار المشاهير. وكانت قد شككت أنجلينا بنوايا المربية عند تقربها من زوجها ففضلت استبعادها. وذكر موقع رادار أن النجمين اللذين تزوجا أخيراً يعانيان من مشاكل زوجية في الأشهر الأخيرة، وبذلك يكون الثنائي الهوليوودي قد انضم إلى نجوم هوليوود الذين عانوا من فضائح الخيانة بسبب المربيات كجينيفر غارنر وبن أفليك اللذين وصل بهما الأمر إلى الطلاق. هذه كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا الفنية لليلة، تصبحوا على ألف خير. وختامها الآن مع رامي الأمين. سعيدة، إطلالة سينمائية ظهر فيها الرئيس سعد الحريري مع الزميل مارسيل غانم بكلام الناس، وتميز فيها بأداء درامي رجعنا للزمن الجميل للمسلسلات اللبنانية. كلاكات أول مرة، مشهد العودة، أكشن. شو بتقوله للسيد نصر الله بهذا الموضوع؟ طلع بالكاميرا وقل له شيء للسيد نصر الله، حكي معه. بقول له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. لا منيح، يعني فيك تكون أحسن بس منيح. خلينا نشوفك بمشهد العدالة. كلاكات أول مرة، مشهد العدالة، أكشن. لأول مرة بتاريخ لبنان عم يصير في محكمة دولية وفي ناس عم تيجي تقول إنه هؤلاء هن اللي اختالوا رفيق الحريري وكل الاغتيالات اللي أجوا لأتوا من بعده. أوكي، أنا بدي العدالة. إذا هؤلاء هن ارتكبوا هيدي وصمة عار عند حزب الله. ليش حزب الله متهم بقتل الحريري؟ لكن مشهد الجريمة اللي مثلتوه أنت والأستاذ مارسيل بقلب الحلقة شو كان؟ بروفا؟ ليك جاعد لي مشهد الجريمة اللي عملته أنت والأستاذ مارسيل لحتى نشوف سوا مين القاتل. كلاكات أول مرة، مشهد الجريمة، أكشن. بال2010 مش طلعت على سوريا؟ طلعت عشان اللبنانيين، طلعت عشان مصلحة الحكومة اللبنانية، ما طلعت عشان شيء. يعني أنا وانت طالع أكيد مالك مبسوط رح تقتل على قاتل بيك. على قاتل بي، شكرا شكرا أستاذ مارسيل. بشار الأسد هو اللي قتل رفيق الحريري، لكن لشو المحكمة الدولية؟ وليش عم تلاحق مصطفى بدر الدين طالما سعد الحريري ومارسيل غانم مأكدين إنه بشار الأسد هو اللي قتل رفيق الحريري؟ إنه هيدي بالمسلسلات التركية ما بتصير. لك من الأخير أعطيني مشهد الختام وحط لي عليه هيك شوية موسيقى حزينة. كلاكات أول مرة، مشهد الأمل، أكشن. نحن مسلمين ومدلنا نقول مسلمين ومسيحيين، يا أخي نحن عايشين مسلمين ومسيحيين بهذا البلد. لوين بدنا نروح بهذا البلد؟ ليش بدنا يعني نفرق بين اللي بيجمعنا أكثر بكثير من اللي بيفرقنا؟ فلذلك بقول لكل اللبنانيين ما تفقدوا الأمل، لأنه هيدا البلد عن جد لازم ندافع عنه بكل شيء عندنا إياه. جائزة الأوسكار لأفضل ممثل بتروح للرئيس سعد الحريري. أما جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو وإخراج فبتروح
للإعلامي الكبير مارسيل غانم. شي عجيب كيف ماشي خشخش من دون خشخاشي، والفيلم مكفى وفاهمين وشايفينه من دون شاشة. كان في النشرة اتفاق على حل المطامر وإقراره غدا في مجلس الوزراء. جل موضوع التمويل لبكرة بمجلس الوزراء. الجامعة العربية تصنف حزب الله إرهابيا باعتراض باسيل والعراق. لأن هذا الأمر غير متوافق مع المعاهدة العربية. المشنوق يمنح زوجة أكبر معمر الجنسية. في دمعي عخد النيدي وهم الطرني كله نيدي. الاحتلال يدهم فلسطين اليوم ويغلق مكاتبها. كنا نغطي الحدث وأصبحنا الآن نحن الحدث. اسمحوا لطيور اللقلق بعبور سماء لبنان. صوروا حدن وبيكبون. في الختام شكرا لحسن المتابعة. الموعد المقبل عند 7:30 صباحا.